رأس هذه الولاية رأس سرار والسرافي مشهود على ذلك أن الفريق يعيش أزمة مالية خانقة. من بين القرارات الأولى التي اتخذتها وأنا أستلم مهامي بدون تردد، ضخيت واحد المبلغ لا داعي لأنه كانت وفاق صيف، أنا ما كنتش نصور أنه هذا الفريق الكبير، هذا الفريق العريق، كان الموسم كان في خطر. أنتم على بالكم راكم بناء الفريق، يعني وجدت الفريق والخزينة تاع الفريق بدون أموال. كان لزاما علينا كأول مسؤول على رأس هذه الولاية أننا نأخذ هذا القرار، والحمد لله نقول لكم بكل صراحة هذا القرار إلا كان عودا إلى النور ولازم ناخذ باش نكونوا صراحة، لأنه فريق وفاق سطيف يستحق ذلك. لكن دعوني أشكر لأني في هذاك الوقت عدد من رجال الأعمال من المستثمرين في هذه المرحلة هذيك كذلك لبوا دعوة تاع الولي، وعدد منهم من هذا المنبر لهم يعني أخلاقيا لازم نحييهم ولازم نشكرهم، لأنه في هذه المرحلة تاع الذائقة المالية زيادة على المبادرة تاع السلطات اللي عاونت بمبالغ معتبرة للفريق، هم كذلك ساهموا ووقفوا معنا في هذا الظرف الصعيب اللي عاشته الفريق الصيفي في بداية الموسم. إذن كان لزاما عليا